أعلنت قيادة قوات عمليات نينوى إلقاء القبض على 22 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة خلال عملية تفتيش لمنطقة بادوش، وأضافت أن القوات الأمنية طهرت أيضا معمل غاز تل عفر ومستودع نفط الوائلية، وعثرت على 10 عبوات ناسفة من مخلفات عصابة داعش الإرهابية تم تفجيرها تحت السيطرة، كما تم تدمير أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في منطقة بادوش والعثور على قنبرتي هاون وعبوتين ناسفتين وقذيفة مدفعية.